المجموعات يكاد يكون أضعف من مجموعة مصر، تعليق حضرتك على النقطة دي. المجموعة الثامنة؟ مجموعة السنغال واليابان طبعا، يعني أنا كنت بسمع أو سمعت في بعض القنوات وبعض الإذاعات إن المجموعة الثامنة من أضعف المجموعات ده من قبل بداية المونديال، فعايز أسأل حضرتك يعني النقطة دي، يعني هم إزاي الناس شافوا المجموعة الثامنة بعد المباريات الرائعة وبعد النتائج اللي بتحقق من والغزارة من الأهداف اللي بيتم تسجيلها، إزاي ضعيفة؟ كلام عاري تماما من الصحة، بعيدا عن المنتخب البولندي اللي ظهر يعني بأسوأ صوره دوليه ليه في السنوات الاخيره، سواء على مستوى كاس العالم او على مستوى بطوله كاس الامم الاوروبيه اليورو، فان المنتخبات الثلاثه اللي هي اليابان والسنغال وكولومبيا قدمت عروض اكثر من رائعه، يعني بيني وبينك افضل يعني بكثير جدا من كثير من المجموعات، مش المجموعه الاولى بس. تمام. يعني النهارده المنتخب الياباني بيدي درس جديد في الاداء التكتيكي والبدني، يعني اداء يجمع بين التكتيكي العالي جدا والناحيه البدنيه العاليه جدا. النهارده مش شايفين مباراه اليابان مع السنغال مباراه فريقين يتمتعوا بقدرات بدنيه خارقه جدا، وشايفين مباراه في السرعات ومباراه في التكتيك ايضا. المنتخب الكولومبي بعد يعني ظهور يعني الى حد ما لم يكن في المستوى في المباراه الاولى، ظهر النهارده بمستوى كويس جدا، خسر طبعا من اليابان في المباراه الاولى، وكلنا عارفين ظروف طرد نجمه في الدقائق الاولى من المباراه، يعني اي فريق في الدنيا في الدقيقه 3 من المباراه يعني يتعرض لاحتساب ضربه جزاء وطرد لاعب، يعني هيكمل تقريبا مباراه كامله ب 10 لاعبين وضربه جزاء ترجمت الى هدف، يعني متاخر بهدف وهو بيلعب ب 10 لاعبين، لازم يتاثر تاثر كولومبيا. طبعا طبعا النهارده الوجه الحقيقي لكولومبيا ظهر. ظهر الوجه الحقيقي لكولومبيا في مباراتها النهارده الحقيقه الاكثر من رائعه امام بولندا، فوز 3-0، اداء عالي جدا، اكثر من لاعب ظهر بشكل رائع جدا، رادوميل فالكاو عاد الى قدراته التهديفيه، النهارده اللاعب خوان فرناندو كونتيرو عمل مباراه رائعه، انا بعتبره واحد من نجوم المباراه. اكيد طبعا. يعني النهارده عمل مباراه اكثر من رائعه رغم انه لم يسجل، لكن له دور حقيقي في الشكل الرائع اللي كان عليه المنتخب الكولومبي. فالسؤال اللي انت بتساله لا طبعا غير صحيح تماما، اي حد يصرح بان المجموعه الثامنه كانت اضعف من المجموعه الاولى غير صحيح، لان ثلاثه من فرقها انا بعتبرهم من افضل الفرق تكتيكيا وبدنيا في المونديال كله. يعني مباراه انجلترا وبنما زي ما حضرتك شفت 6 أهداف مقابل هدف، مباراه كانت وان سايد جيم، لكن هل حضرتك شايف ان المنتخب الانجليزي لحد دلوقتي لم يتم اختباره حقيقيا، والمباراه القادمه هي اللي هتحكم في مستوى انجلترا سواء ان هو يقدر فعلا ينافس على اللقب ولا لا امام المنتخب القوي؟ والله شوف هقول لك على حاجه، نعم المنتخب الانجليزي لعب مباراتين فقط امام تونس اللي الحقيقه لم تظهر بشكل جيد في هذه البطوله، وامام منتخب بنما الضيف الجديد على المونديال واللي ما اعتقدش ان هتبقى فرصه سهله بعد كده حتى في التواجد في المونديال مره اخرى، لكن المنتخب الانجليزي خلينا نقول حتى من تابعوا الكره الانجليزيه لسنين وسنين انا اكاد اقول لك ان هذا المنتخب الانجليزي هو الافضل في الصوره العامه لانجلترا منذ بطولتين، البطولة الأولى هي كأس العالم اللي كانت 90 اللي كانت في إيطاليا اللي احنا كنا شاركنا فيها والمنتخب الإنجليزي وصل إلى المربع الذهبي، والمرة الثانية في بطولة اليورو اللي هي 96 اللي ظهر فيها برضه المنتخب الإنجليزي بشكل إلى حد ما جيد، من 96 وحتى الآن لم تظهر الكرة الإنجليزية مثلما ظهرت في هذه البطولة. مظبوط. يعني على قد إن أنت عندك حق إن هو الفريقين اللي قابلوهم ما يعتبروش يعني مجس حقيقي لقوة المنتخب الإنجليزي اللي هتظهر على حقيقتها بقى من وجهة نظر أنا في المباراة اللي هتحدد قمة المجموعة بينهم وبين بلجيكا، المباراة الختامية للمجموعة السابعة، لكن أنا شايف إن المنتخب الإنجليزي ظهر بوجه آخر تماما، بيلعب بطريقة تكتيكية يمكن ما شفناش عليها فرق أخرى، بيلعب ثلاثة ورا ثلاث مدافعين النهارده كيري ووكر وستونز وماجوري وهندرسون، لاعب ارتكاز لوحده وقدامه اربع لاعبين واثنين في راس الحربه رحيم ستيرلينج هاري كين، يعني 3-1-4-2 تقريبا طريقه ما بيلعبش بيها غير المنتخب الانجليزي وسط طريقه 4-2-3-1 المتسيده وبعض المنتخبات اللي بتلعب بطريقه 4-1-4-1، لكن المنتخب الانجليزي متفرد بطريقه 3-1-4-2 اللي لعب بيها مباراتين
في البطولة أمام تونس وأمام بنما. أنا شايف أن المنتخب الإنجليزي أظهر وجه مشرق جدا في هذه البطولة. المحك الحقيقي ليه هيكون سواء في مباراة بلجيكا على قمة المجموعة، لأن كلاهما يعني أنا مش شايف قوي أن قمة المجموعة السبعة بالذات يعني تفرق قوي مع الفريقين، لأن أي فريق هيقابلوه من المجموعة الثانية يعني أنا لو أنت سألت كده حتى المدير الفني من إنجلترا، المدير الفني المنتخب البلجيكي، لو سألتهم تلاعب مين بين الفرق الثلاثة المرشحة اللي هي اليابان أو السنغال أو كولومبيا، هيحتار. يعني إيه هيحتار؟ هيحتار يقول لك ألاعب السنغال اللي هي عندها قوة بدنية وعندها بعض المهارات في الناحية الهجومية، وشفنا يعني أكثر من لاعب ظهر في مقدمته من وجهة نظري أمباين يونغ، اللاعب اللي الحقيقة في المباراتين ظهر بشكل جيد، لاعب في المباراة الأولى كبديل والنهاردة أساسي. أمباين يونغ من اللعيبة اللي أنا شايف إنهم هيبقوا من نجوم البطولة بعد كده، وأيضا اللاعب نص الملعب بابان داي وإدريسا جاي، اللعيبة اللي هي مميزة في وسط الملعب اللي بيدوا حيويه ونشاط للمنتخب السنغالي. هيحتار اي من انجلترا او بلجيكا يلعب اليابان اللي عندها قوه بدنيه رهيبه جدا، صعب جدا اي حد يجاري المنتخب الياباني في الناحيه البدنيه بقياده طبعا كيسوكو هونجا وشينجي كاجا وماكوتو هاسيمي، يعني كل اللعيبه دي هيكونوا مميزين جدا. وبرضه المنتخب الكولومبي اللي اظهر وجه جيد جدا النهارده. فانت يعني انا شايف المجموعه اللي مفيش فرق قوي بين انك تطلع اول او ثاني هي المجموعة السابعة، لأنك هتلاعب واحد من الثلاثة دول اللي هم اليابان أو السنغال أو كولومبيا، صعب قوي تقول على أنهم. أنا شايف إن برضه أرجع لنقطة المنتخب الإنجليزي، إن المنتخب الإنجليزي ظهر بوجه مشرق جدا، قوته الحقيقية حبان بداية من دور الصدر. دكتور طارق، ما ينفعش حضرتك تكون موجود معايا وما اسالش حضرتك عن مواجهه منتخب السعوديه غدا. اكيد مواجهه مهمه جدا، حتى لو منتخب مصر خرج من الدور الاول، لكن يبقى يعني الكلام اللي بيتقال او الكلام اللي احنا بنتمناه، الخروج من مونديال روسيا بفوز يسجل في التاريخ وفق العقده، عقده الاهداف وعقده الانتصارات. تعليق حضرتك على مباراه غدا ما بين مصر والسعوديه. انت عندك حق، ست مباريات لعبوا منتخب مصر بلا فوز، ده هو الفريق يعني الافريقي الوحيد اللي ما حققش انتصارات. كل الفرق الافريقيه اللي شاركت على كاس العالم عملت انتصارات، منتخب مصر طبعا لم يحقق اي انتصار سواء في المشاركه الاولى سنه 34 او المشاركه الثانيه عام 90 والاثنين في ايطاليا، حتى في هذه المشاركه لم يحقق اي انتصار. فهي انا شايف انها مباراه شرفيه فقط لتسجيل في التاريخ اول فوز لمنتخب مصر، لكن المنتخب السعودي عايز اقول لن يكون صوت سهل، يعني نفس بالظبط بالظبط طبعا اللي بيعاني منها منتخب مصر هي الجراحه اللي بيعاني منها المنتخب السعودي الحقيقه، اللي فيه هجوم عليه جامد جدا في الشقيقه السعوديه بسبب ظهور الفريق باداء باهت واصابه مرماه ب يعني خمس اهداف في المباراه الاولى وهدف في المباراه الثانيه ست اهداف، لم يسجل اي هدف، كلها ارقام سلبيه للكره السعوديه. فانا شايف ان المباراه دي لانقاذ ماء الوجه وتسجيل بعض الارقام في سجل الفريقين. بالنسبة لمنتخب مصر تسجيل أول انتصار في تاريخه في كأس العالم، وبالنسبة لمنتخب مصر أيضا إذا ما شارك الحضري لتسجيل اسمه كأكبر لاعب في تاريخ المونديال منذ انطلاقه عام 1930، وبالنسبة للمنتخب السعودي هو حقق فوز قبل كده. لو نذكر تماما المنتخب السعودي عمل في أول مشاركة ليه فوز، كان فوز هام جدا، تعادل للدور الثاني أمام منتخب بلجيكا لو تفتكر، الهدف الغيران سعيد الغيران اللي طبعا زي هدف مارادوني كده طبعا من نص الملعب وسجله هما. فانا شايف ان المنتخب السعودي ايضا عايز يحقق انتصار في هذه البطوله ويخرج بنتيجه ايجابيه ويسجل اي هدف حتى يذكر له في هذه المشاركه. فالمباراه شرفيه لكنها مهمه جدا لكلا المنتخبين لتسجيل يعني رقم في كاس العالم حتى يكون ايجابي في ظل المشاركة السلبية في المباراتين السابقتين. يعني دكتور طارق بشكر حضرتك شكرا جزيلا على وجودك معايا، وبتشرف دايما بوجودك وتحليلك الرائع. دكتور طارق الأدور نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية، دايما يعني بنستفيد من قيمة كبيرة زي الدكتور طارق.